توفي 13 شخصا بحمى لم يعرف مصدرها منذ 11 من آب أغسطس الجاري في شمال غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو البلد الذي اكتشف فيه فيروس إيبولا. مصادر طبية رجحت أسباب الوفاة إلى الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية، والتي تبدأ أعراضها بحمى وإسهال وتقيؤ وانخفاض في الحرارة. وقد سجلت أولى حالات هذا المرض مع امرأة حامل، لتنتقل العدوى بعدها إلى 12 آخرين توفوا نتيجة الاتصال بها خلال مرضها أو أثناء وفاتها، بينهم 5 من أفراد الطواقم الصحية. ولا تزال القارة الإفريقية تشهد انتشارا واسعا لفيروس إيبولا، حيث أشارت منظمة الصحة العالمية إلى ارتفاع حصيلة ضحايا هذا الوباء في غرب إفريقيا إلى 1350 قتيلا على الأقل. هذا وقد أعلن عن تعافي طبيب الأمريكي كينت برانتلي وموظفة المساعدة الأمريكية نانسي راتيبول من مرض إيبولا، وقد غادر المستشفى بعد علاجهما بأحد العقاقير التجريبية، وقد أثبتت التحاليل تخلصهما من الفيروس.